اليوم كيف ما تبعتوا معنا كاملين، كانت الجلسة المفروض أن تبدأ اليوم خصوص الشق المتعلق بالدفع الشكلية والطلبات الأولية، ولكن للأسف اكتشفنا من بعد الاطلاع على الملف على أساس أن الملف غير مكتمل. هناك مجموعة من الوثائق ومجموعة من المحاضر ومجموعة من الإجراءات اللي لحد الساعة لا توجد في الملف ولا يعني مشار إليها على أساس أنها من وثائق الملف، ولكن بعد الاطلاع عليها ما وجدناهاش. لذلك كان الملتمس الأولي هو أن تقدمنا بطلب رامي إلى ضم جميع الوثائق المتعلقة بهذا الملف، خصوصا الأوامر الرئاسية اللي إذنات بالإذن بالتسلط والتعليمات ديال السيد الوكيل العام اللي كانت في نفس الإطار والتقارير اللي دارت ضابط القضاء في بخصوص هذه النقطة. النقطة الأولى. النقطة الثانية، اكتشفنا أن الملف فيه محاضر ديال التفريغ ولكن ما كاينش القرص المدمج اللي المفروض أنه هو اللي غادي يوثق العملية ديال التنصوص. كنعتقد أنه باش المحكمة تكون عندها الرؤية وتكون عندها السلطة الكاملة على الملف أن تكون جميع الوثائق فيه، خصوصا الأقراص المدمجة اللي توثق العملية ديال التسلط المزعومة إن كانت هناك عملية تسلط بالفعل. لأنه اليوم عدنا محاضر تقول بأنه كانت عملية ديال التسلط مجموعة من الأشخاص، ولكن ما عدناش الأقراص اللي كتثبت هذه العملية كيف ما هو معمول به في جميع الملفات اللي كان فيها تسلط واللي تعرضت للمحكمة. كانت المحكمة تتوفر على المكالمات المسجلة وعرضت على المتهمين. اليوم بالاطلاع على الملف وجدنا أن المكالمات المسجلة ماديا فيزيكمون غير متواجدة في الملف، لذلك كان من الطلبات هذه النقطة اللي أساسية. تقدموا الزملاء بمجموعة أخرى من الطلبات تتعلق باستدعاء مجموعة من الأشخاص اللي تم الاستماع لهم من طرف سرقة التحقيق، خصوصا أمام النقطة اللي أكدت عليها وتنعاود نأكدها أنه غياب مشتكي، لو الملف لا يوجد في أي مشتكي، غياب أشخاص متضررين، غياب أشخاص اليوم المفروض أنهم هم اللي يقولوا أننا تضررنا أو نوست ذمتنا المالية، ولا شخص لحد ساعة جاء وقال بأنني كنت ضحية لهذا الأشخاص اللي كنعذرهم واللي منهم الدكتور حسن التازي، ولا شخص جاء وقال بأنني حسن التازي اتصل بي أو خاطبني أو شتو أو يعني تواصلت معه بخصوص هذا الموضوع. ولذلك فكان طلب استدعاء جميع المتضررين، المفروض انهم كان عندهم هذا الاتصال باحد الاشخاص المتواجدين في المسحه واللي سلموا مبالغ ماليه باش يتاكدوا مع من كان التواصل وشكون اللي اتصل بهم والعمليه واش كان فيها يعني استدراج واش كان فيها اشياء اخرى، دائما انسجاما مع المتابعه لمصطلح حقائق الاشخاص. اذا بصفه عامه هذا هو الاطار العام اللي كانت فيه الجلسه ديال اليوم. في الختام تم تقدم طلب رامي الى محسن رحمه المؤقت اعتبارا لكون ان لجميع الاشخاص اللي اليوم في هذا الملف واللي كان خصو الذكر منهم الاشخاص اللي كنعرفهم هو انه الدكتور التازي والاخ ديالو سي عبد الرزاق التازي والزوجه ديالو السيده منيره شطرون، انهم عندهم جميع ضمانات الحضور، انهم يعني كيتوفروا على كافه الشروط التي تطلبها القانون واللي كتعطيهم الصلاحيه انهم يتحدثوا بحق الصلاح. كان عندنا راي انه سلمنا يعني هذه الرساله للمجلس المقام، وتنتمنى ان الاحكامات تتفادوا بها واننا نلتقيوا في الجلسه المقبله وان المتهمين يحضرون معنا في حاله صلاح، لانه السجن دائما كنقولها وتنعرفها، السجن دائما ماشي هو الحل. وغرفه الجنايات عندها كامل الصلاحيه انه ولو تعطي الافراج بعد ما تثبت انه احد الاشخاص راه ثابت فيه حق الفعل تامر باعتقاله في الجلسه. لذلك اليوم العيب هو ان يقضي شخص واحد الزمان غير يسير رانا الاعتقال وبعد ذلك نقول ببراءته، والحال ان المفروض ان هذا الشخص يقضي محاكمته في حاله صلاح، واذا ثبتت ادانته يد العداله طويله غرفه الجنايات ورئيسها عدو من الصلاحيات يعني ما يعطيه الامر باعتقال الشخص الثابت حق الفعل اي مرحله من المراحل ديال المسلم. هذا مجمل ما كان فيه النقاش اليوم. الملف تاخر الجلسه ديال 25 ان شاء الله، لانه حتى كان اطراف اخرى ما عندهاش دفاع او ان هناك اطراف اخرى ضافت دفاع اخر كذلك تاخر لاعداد دفاع. هذا مجمل ما رجعت به. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم.
وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.